ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. نستسمح عن التأخير خارج عن الإرادة ديالنا. نتمنى من الإخوة الكرام إلى كتوصلوا بالصورة والصوت. أتمنى من الإخوة إلا كانت الصورة مزيانة وكان الصوت يتواصلوا معايا باش يخبرونا باش نبداو هذا اللقاء. الو، مرحبا بالجميع. ننتظر فقط ان الاخوان باقي الاخوان يلتحقوا بنا في هذا البث المباشر. اول بث افتتاحي الخاص بالنقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي. لو تحياتي لجميع الأساتذة، تحياتي الأستاذ محمد نيدراع، الأستاذ خير دوان، الأستاذ حسين هاكشش خير دوان. ألوغ، واش مازال الصوت تتقطع والصورة كتقطع أو الآن الأمور على أحسن ما يرام؟ ألوغ، في انتظار التحاق باقي الإخوة غادي نحاولوا ما امكن نتكلموا بسرعه. دونك كيف ما شفتوا ان الموضوع ديال هذا النقاش ديال اليوم وهذه حلقه نقاش اليوم هو النقابه ديال اللي تتعلق بالنقابه الوطنيه لاساس واطر التعليم الخصوصي. الموضوع هو كان كيتعلق بالاشكاليه الهويه لدى الاستاذ في التعليم الخصوصي. الوغ، هناك بعض المحاور اللي غادي نحاول نطرق لها. المحاور اللي غادي تكون، الوغ، المحور الاول الوضع القانوني الحالي في ظل الالتزامات التربويه لدى الاستاذ، والوضع القانوني للاستاذ في القطاع الخاص. والمحور الثالث غيكون هو الحقوق المضمونه قانونا في ظل الوضعيه القانونيه الحاليه.
ننتظر فقط التحاق الأساتذة بنا في هذا اللقاء باش نبدأ النقاش إن شاء الله. إذا سمحتوا الإخوان، لابد من أن نعطيكم واحد السياق العام اللي تأسست فيه نقابة الأساتذة وأطر التعليم الخصوصي. فللتذكير فقط أن لقد تم تأسيس النقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم بتاريخ 25 شتنبر 2021. كان هناك مخاض عسير جدا لتأسيس هذه النقابة الفتية، اللي كنتمناه إن شاء الله أن تكون بداية وتكون بداية موفقة باش تمشي المسيرة إلى الأمام. جاءت هاد النقابة هي وليدة واحد نقاشات طويلة وطويلة جدا. وكانت هاد الأزمة أو هاد الوباء اللي كان انتشر في المغرب، وانتم كل شيء كيعرف بأن هاد الوباء وهاد الوباء اللي كان صاب وطننا الحبيب، كان هو انطلاق لبناء النقابة الوطنية، بحيث أن كانت هناك مجموعة، لأن كانت هذه الحالة الوبائية جعلت عدة أساتذة أنهم يتصدروا من الواقع. الواقع اللي كان هو أن بمجرد ما جاءت حالة وبائية وقعوا بعض التظلمات، بعض الأساتذة اللي كانوا ما تخلصوش، كاين اللي توقف على العمل، كاين اللي المؤسسات ما ادوش لهم الاجور المستحقات ديالهم رغم انهم كانوا كيشتغلوا عن بعد. كاينين بعض الاساتذه اللي اعطوهم اللي تقريبا تقاضاو غير نصف الرواتب ديالهم. اذا كانت هناك واحد حاله غليان، وكانت هناك واحد الاشكاليه لدى هذه الطبقه اللي هي تشتغل بجهد وبجد، و يعني نحن نشتغل في واحد الميدان اللي هو صراحة ميدان صعيب ماشي سهل، لأننا حنا نتعامل مع كنديرو كن نساهموا في واحد المنتوج وطني. هذا المنتوج الوطني لأننا حنا كنتعامل مع واحد الفئة، لأن كنتعامل مع واحد الفئة بشرية، لأن كنساهموا في بناء جيل. وبطبيعة العمل ديالنا حنا كنتعاملوا مع واحد مع إنسان، يعني الظاهرة الإنسانية كما تعلمون هي ظاهرة، يعني ظاهرة تختلف من شخص لآخر، فبالتالي هناك معاناة على المستوى المهني، وهناك معاناة على مستوى الحقوق، فبالتالي أنا الأستاذ كيبقى في واحد، يعني كنقولوا بين مطرقتين، أنه مسؤول من الناحية التربوية أمام وزارة التربية والتعليم، ولكن من الناحية القانونية كان الأستاذ هو يخضع لمنظمة قانون الشغل. هذه الظروف كلها دفعات بينا حنا كأساتذة، وكانت واحد مجموعة ديال الأساتذة اللي أنا كنوجه لهم التحية ديالي من هنا من هذا المنبر، اللي ساهموا في زعما ساهموا وناضلوا بكل ما أوتوا من قوة باش أن توصل هاد نحصلوا لمحطة التأسيس. لأن كما كتعرفوا انطلقت العملية في سنة 2019، وكانت المحطة التأسيسية الأولى كانت غتكون في غشت شهر غشت، وش ما بين شهر غشت وشتنبير 2019 2018 2019 2020، إلى أن الظروف الصحية اللي كانت عامة في البلاد وكل شيء كيعرفها حالت دون ذلك. فبالتالي بقى النقاش مستمر، وبقات الاستعدادات مستمرة، وبقات التواصل ما بين مجموعة ديال الأساتذة إلى حين شهر شتنبير 2021، وبالضبط بتاريخ 25 شتنبير 2021 اللي كانت انطلاقة ديال هذا الصرح الجديد، هذا المولود اللي كنتمنى أنه يكون مولود جديد، وأن كنتمنى من جميع الأساتذة ينخرطوا في هذا العمل للنهوض بهذه الوضعية اللي كيعيشها الأستاذ في القطاع الخاص بصفة عامة. فكما لا يخفى على الجميع أن النقابة الوطنية تم تأسيسها بتاريخ 25 سعود 2021
تحت اسم أو المسمى النقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي. الإطار اللي تأسست فيه هذه النقابة هو لإزالة الحيف وبعض التظلمات اللي كتكون مثلا في المجال ديال العمل ديال الأستاذ. فهناك العديد، لأن ما يمكنش ولا كما لا يخفى على الجميع أن هناك العديد من المؤسسات اللي هي مؤسسات وطنية، هذا ما يمكنش ننكره. كاين المؤسسات اللي هي مؤسسات مواطنة، يعني ما كتساهم بواحد الشكل كبير في أداء واحد المنتوج اللي هو مواطني، وبالتالي ما كيكونش هناك واحد التظلمات. في حين كاين واحد المؤسسات عديدة لأنها كتمارس بعض النوع بنوع واحد التظلمات على الأستاذ. فمثلا هناك واحد الشريحة كبيرة جدا تعاني في صمت، هناك أساتذة ما كيتصرحش بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هناك أساتذة كاين في بعض الحالات أنا كنعرف أساتذة اللي ما واصلينش في الصالير ديالهم حتى لهاد السميك، يعني ما كنتكلموا لو سالير مينيموم لو سالير انتيغ بروفيسيونال غارونتي، ما واصلينش ليه الحد الأدنى الأجور. بالتالي كاينين هناك بعدة أشكال، حتى في مجال ديال مثلا العقود، عقود العمل كيكونوا فيها عدة بنود اللي هي مجحفة في حق الأستاذ. نمشيو لساعات العمل، لا يعقل أن أستاذ، هنا ما كاينة حتى في شي دولة، لا يعقل أن أستاذ كيشتغل لمدة ما فوق 30 ساعة 40. الأستاذ هو مجال العمل دياله هو القسم. فبالتالي هذه الإشكالية كامل مطروحة نظرا لعدم وجود واحد الهيئة أو إطار قانوني منظم لهذه العلاقة الشغلية ما بين المشغل وما بين الأستاذ. وهنا كتطرح هذه العلاقة الشغلية اللي كتطرح هو نوعية العلاقة الشغلية ما بين المشغل وما بين الأستاذ. لأن في ظل الوضع القانوني الحالي اللي كاين، هو الأستاذ يعتبر كأجير، والمؤسسة هي مقاولة من حقها أنها عندها مقاولة، أن الهدف ديالها هو أنك توضع واحد المنظومة لوجستيكية كتوفر عدة آليات للاشتغال. وبالتالي الأستاذ هنا في هذا المحل، هناك إطار القانوني اللي كاين دابا كيجمع ما بين هاد الأساتذة، هو علاقة شغل كتجعل الأستاذ كيتحط في واحد الزاوية وفي واحد الخندق ديال أنه مستخدم أو أجير. فبالتالي والأستاذ ما عندوش هذه المكانة، خاصة تعترف بالجهود اللي كيقوم بها الأستاذ، لأن الأستاذ يشتغل في واحد الحقل اللي هو مجال تكوين صناعة عقول، لأن احنا كنساهموا في بناء وطن، كنساهموا في بناء مواطن صالح، مواطن تستفيد منه الوطن. لهذا خاص تكون واحد المكانة وواحد الاعتبار للأستاذ في هذا الإطار هذا. وغيرة من عن هذا القطاع، ارتأينا أننا نتوحدوا في واحد الإطار قانوني، اللي هو هذه المسألة اللي هي قانونية، لأن الانتماء النقابي أو لا تأسيس نقابة هو حق مشروع، وكل إنسان له الحق في أن ينتمي إلى نقابة معينة حسب اختياراته وحسب توجهاته. دونك باش نرجعوا من بعد النقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي، جات هذه النقابة من منطلق أنها ترفع هذا الحيف وترفع التظلم اللي كيطيح عليه وهذا الوطأة اللي كيعيش تحت منها الأستاذ. فبالتالي أنا الأستاذ التعليم الخصوصي تشهد له جميع المؤسسات بأن هناك كفاءة، والنتائج كتدر على ذلك، لأن جميع المؤسسات الخصوصية كاين فيهم أساتذة في القطاع الخاص يعملون ويجتهدون وزعما كيعيشوا في واحد، ومع ذلك ما كاينش هناك اعتراف لا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى المادي ولا على المستوى حتى الصفة. لأن بعض المرات كتلقى أن المؤسسين أو المؤسسة كتشتغل فيها كيتعامل معك كأجير،
كمستخدم ما كتعطيكش ديك القيمه، يا ديك الرمزيه ديال الاستاذ، فبالتالي كتولي انت عرضه. يعني ان بمجرد بعض المرات كيكونوا غير مسائل تافهه تحاسب عليها، فبالتالي الحقوق هي مهضومه. دونك من هنا ومن خلال هذا اللقاء، هذا التواصل مع جميع الاساتذه، كان زعما كنجدد الدعوه لجميع الاساتذه للالتحاق بهذا الصرح الجديد، كما لا ي... كما اود الاشاره الى ان بعد ما تاسست النقابه الوطنيه لاساتذه واطر التعليم الخصوصي، تم تاسيس 4 فروع جهويه. هناك فرع الجهه الشرقيه، وفرع جهة طنجة، فرع جهة الدار البيضاء، وفرع جهة سوس، اللي كنوجه لهم التحية من خلال من هذا المنبر. ونتمنى أن الجهة الشرقية، جهة مفاس مكناس، وجهة مراكش أسفي، الجهة باقي الجهات الأخرى، جهة الرباط سلا، أنهم يلتحقوا بهذا الركب وتوسع الدائرة. وهذا نداء كنوجه لجميع الأساتذة في القطاع الخصوصي للانضمام والالتفاف حول هذا المولود الجديد. وبالتالي هذا العمل النقابي خصنا نفهمه ويكون عندنا واحد التصور. فمن بين الأهداف ديال النقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي، وهي مطالبة الدولة بالاستجابة لمطالبهم بإقرار النظام الأساسي الخاص بأساتذة وأطر التعليم الخصوصي. بمعنى ذلك أن الدولة خصها الوقت اللي باش نكونوا صراحة، أن الدولة ارتأت أن تفتح مجال لهذا المجال للاستثمار في ميدان التعليم، وبالتالي خرجت واحد المجموعة ديال الناس استثمرت في هذا المجال، ولكن ما صاحبتش هاد المسألة، ما كانش المصاحبة ديالها بواحد الإطار قانوني اللي غادي يضمن الحقوق ديال الأستاذ. لأن الأستاذ هو من جهة، راه بعد من جهة، فهو كيخضع للمراقبة وكيخضع للتفتيش، يعني الوزارة الوسيلة هي وزارة التربية الوطنية، ومن جهة تانية بعد كنمشيو للعلاقة الشغلية كنلقاوه كيخدع وزارة الشغل. وهنا كيولي الأستاذ في واحد، يعني حتى الصفة ديالو ما كياخدهاش، لأن الصفة اللي كيستحق هو إذا كنا أساتذة وكان هذا المجال ديال العمل ديالنا معترف به، راه خاص يكون عندنا صفة، بعد أولا تكون عندنا صفة أستاذ، وبالتالي خاص يكون إصدار واحد المنظومة قانونية، نظام أساسي خاص بالأساتذة وأطر التعليم الخصوصي، والمساواة في الواجبات والحقوق مع زملائهم بالقطاع العام، وإنهاء ازدواجية الوضعية التي يوجد عليها العاملون في القطاع، حيث تتجاذبها وزارة التربية الوطنية من ناحية ووزارة التشغيل من ناحية ثانية. كما أننا نجدد الدعوة لكل الأساتذة للالتفاف حول هذه النقابة الفتية، والتي وهنا كنبغي نشير واحد الملاحظة، هو أن من خلال الاحتكاك ديالي مع مجموعة من الأساتذة والأستاذات، بطبيعة الحال ما ننسوش العنصر النسوي، لأنه هو العنصر النسوي فعال في هذا الميدان، أنك تلقى واحد تصور، ربما أنا كيبان لي واحد التصور اللي هو متجاوز. فحينما نتكلم عن العمل النقابي، مباشرة كيمشي للذهن ديال الأستاذ على أن هذا العمل النقابي راه غادي يدخلك في واحد الصراع مباشر مع المؤسسات، أو واحد المنظور اللي هو يعني متجاوز. راه النقابة، راه حنا لا خصنا نعرفوا واحد المسألة، تواجد ديال الأساتذة ديال القطاع الخصوصي وتواجد المؤسسات راهم تواجد، حنا كاين عندنا واحد العلاقة تكاملية. لا وجود للمؤسسات الخصوصية بدون أستاذ ديال القطاع الخاص، وبالتالي لا وجود للأستاذ الخاص بدون وجود مؤسسات خصوصية. هناك عاد واحد العلاقة ديال التكامل، أن الأستاذ كيقوم بواحد العمل
مؤسسة كتوفر واحد الفضاء وكتوفر واحد المجموعة ديال التلاميذ، والأستاذ كيقوم بواحد العمل كيخصو يقوم بعيه واحد الجبو فواحد بواحد الأريحية، يعني حتى من الناحية الاجتماعية، من الناحية المادية والناحية الاقتصادية، خص يكون الأستاذ يعني على الأقل يحس بواحد يكون مؤمن. حتى التأمين، حيت كان يقول كاين عدد ديال المؤسسات ما عندهمش تأمين. هذيك هي ملاحظة، دي تقريبا واحد 90 80% ديال المؤسسات بدون تأمين، ما كاينش التأمين. ومسألة أخرى هو الإطمئنان، الأستاذ في القطاع الخاص لا يشعر بالإطمئنان، والإطمئنان عنصر أساسي في تدبير المواد البشرية في جميع القطاعات كيف ما كان نوعها، وفما بالك في القطاع التعليم الخاص. بعد كنت نتكلموا على الإطمئنان، الأستاذ دايما مضطهد، في أي يوم يقدر يجي عنده الباترون يقول لي ساليت ما بقيتش بغيتك، وهذا في حد ذاته إشكال. إن الأستاذ بعد ما كيكونش مطمئن في عمله، راه بالتالي حتى الأداء ديالو كيتأثر، هذه مسألة مفروغ منها، خاصة وأن الأستاذ كيتعامل مع إنسان ما كيتعاملش مع آلة. إذا هذا العنصر الإطمئنان غير متوفر في المؤسسات الخصوصية إلا قلة قليلة. بمعنى بعد كنت نتكلموا على الإطمئنان، هو أنه يشعر بأنه في العمل ديالو يعني كيحس بواحد النوع ديال الارتياح، كيتقاضى الأجرة ديالو في وقتها. يعني أنا مثلا بعد كون هذا المشكل ديال الوباء اللي حصل في المغرب، مجموعة ديال الأساتذة دابا ولا واحد بعد هذه مسألة الوباء، هذه العطلة هذه اللي دازت دابا مرت واحد العطلة عصيبة على الأساتذة، مجموعة ديال الأساتذة كيشوفوا الحالة الوبائية في المغرب تتطور، كيبداو يفكروا أشنو غادي يوقع، واش غيكون تاني التعليم عن بعد؟ إذا كان التعليم عن بعد ما غنتخلصوش، أشنو دابا؟ من هناك يكون واحد العلاقة ديال التوجس، وهذا التوجس ماشي صالح لا المؤسسة ولا الأستاذ. في حين أن هذا العمل، هذا العمل النقابي، هو جاء في هذا الإطار، جاء في إطار أننا ننظموا هذا القطاع ونوحدوا الكلمة ونلقاو واحد المحاور اللي هو نتحاوروا معاه من أجل تسوية هذه الوضعية. وبالأساس على الأقل في الحالي، في الوضع الحالي، على الأقل في الوضع الحالي راه خاص يطبق القانون. راه عدد ديال المؤسسات ما كديكلاريش بلا سينيسيس، بدل لا سينيسيس ما كديكلاريش. عدد ديال المؤسسات كيشتغلوا فيها اساتذه كديكلاري لهم ب 12 يوم 13 يوم في الشهر. عدد ديال الاساتذه ما كيوصلوش لو سميك، اقسم بالله الا كان عارف اساتذه كيشتغلوا باقل من 2000 درهم في الشهر، وعدد ديال الاساتذه كيخدم 4 سنين 5 سنين ما كيديكلاراش في لا سينيسيس. يعني على الاقل في ظرف هذا الوضع الحالي اللي كاين دابا، هذا الوضع الحالي، كنوجه دعوه وكنوجه نداء لجميع الجهات المعنيه والجهات الوصيه على القطاع باش دير واحد التدخل، لحمايه المنظومه التعليميه في القطاع الخاص، وبالتالي حمايه الاساتذه، لان هناك العديد من الاساتذه يعانون في صمت. اقسم بالله الا كاين عدد ديال الاساتذه يعانون في صمت. هذا لا يعني ان جميع المؤسسات التعليميه تتعامل بنفس المنطق، ولكن هناك مؤسسات تعليميه تحترم نفسها وكتأدي الاجور الاساتذه وكتدير ديكلاراسيون ديال لا سينيساس وجميع الامور ديالها، ولكن هذا محصور في مجموعه ديال المؤسسات. انا مريت من عده مؤسسات، كاينه واشتغلت في مؤسسه وكانت مؤسسه مواطنه، وحاليا اشتغل في مؤسسه ولي الشرف انني انتمي لديك المؤسسه، لان مؤسسه تحترم نفسها على الاقل في اداء الاجور على الاقل. ولكن ركين الاساتذه يعانون، فعلا يعانون في صمت. ومهم نهاية، في نهاية هذا اللقاء، قبل نهاية هذا اللقاء، كنفتح للمجال للتدخلات، إذا كان شي سؤال أو لا كان شي حاجة ممكن نناقشوها معا في هذا اللقاء التواصلي للتعريف، لكي هو اللقاء جاء للتعريف بالنقابة أو هذا المولود الجديد اللي هي نقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي، فهي نقابة وطنية مستقلة
منضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم تأسيسها بتاريخ 25 سعود 2021. غادي نحاول نرجع بعجالة، لأنني لاحظت بأن عدد الأساتذة يلاه التحقق بهذا المباشر. تمت تأسيس النقابة، يعني كانت خدت واحد المخاض عسير، أنه كنا واحد لقاءات عن طريق الفيسبوك عن طريق الواتساب، كنا كنديروا لقاءات أسبوعية لمدة سنتين من الاجتهاد، وتم مناقشة القانون، مشروع القانون الأساسي ومشروع القانون الداخلي، وتمت الدعوة. وكان غادي يكون لقاء في السنة الفارطة يعني، ولكن نظرا للظروف اللي كانت كتعيشها اللي كان يعيشها الوطن ديالنا، وكانت هذوك الظروف الصحية اللي كانت تتمنعنا من عقد ذاك اللقاء التأسيسي. واستمر النقاش لمدة سنة أخرى إلى حين سنة 2021، وبالضبط بتاريخ 25 شتنبر 2021 تم عقد لقاء اللي تم فيه المؤتمر التأسيسي، وانتخب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي. من بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى لتأسيس الفروع الجهوية، وبالفعل تم تأسيس 4 فروع. ومن هذا المنبر كنوجه الدعوة لجميع الفروع الجهوية، للجهات، مثلا جهة الرباط، جهة فاس مكناس، جهة مراكش آسفي، جهة العيون، جهة قلميم، يعني جميع هذه الجهات كنوجه لهم من هنا واحد التحية، وكنوجه لهم الدعوة باش على الأقل ياخذوا نفس التوجه ديال جهة الشرق والجهة الشرقية وجهة طنجة تطوان وجهة فاس مكناس وجهة سوسك وجهة الدار البيضاء. النقابة كتطمح إلى تعبئة الأساتذة، ومن هنا تاني مرة أخرى كنوجه الدعوة لجميع الأساتذة للالتحاق بهذا الركب. من بين الأهداف ديال النقابة، هو عندنا واحد كاين هدف اللي هو مطالبة الدولة بالاستجابة لمطالب النقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بإقرار النظام الأساسي الخاص بأساتذة وأطر التعليم الخصوصي والمساواة في الواجبات والحقوق مع زملائهم في القطاع العام، وإنهاء ازدواجية الوضعية التي يوجد عليها العاملون في هذا القطاع، حيث تتجاذبها وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل. وهذه النقابة اللي تم تأسيسها تجدد الدعوة لجميع الأساتذة والأطر العاملين في القطاع الخاص للالتفاف حول هذا الإطار، ألا وهو إطار النقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي، والانخراط الواعي والمسؤول في الدفاع عن حقهم في الكرامة والعدل والمساواة. كما كنوجه الدعوة لجميع الجهات المسؤولة بما فيهم وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل، على الأقل ضمان الحقوق الآنية اللي كتضمنها مدونة الشغل، لأن هناك العديد من كما سبق الذكر، هناك العديد من الأساتذة يشتغلون تحت وطأة الظلم. صراحة هناك واحد الحيف، هذا الحيف كيتجلى في ماذا؟ كيتجلى في عدم بعد على الأقل المستحقات، أو لا المستحقات الحالية غير مضمونة، بما فيها ديكلاراسيون ديال لا سينيسيس، بما فيها الحق الأدنى للأجور، بما فيها عدة مكاين. بعد الأستاذ كيتعرض للضرب التعسفي فاسيلمون بمجرد أن يشتكي بك أب أو تلميذ، يعني تقدر تخدم 4 سنين 5 سنين، يجي أب يقول له ما داك الأستاذ ما عجبنيش، يقول لك السلام عليكم، وهذا في حد ذاته راه حيف. نمر الآن إلى قراءة بعض ضروري من قانون إطار ينظم هذا القطاع، ولا نغيب خنوع الأسد في القطاع الخاص ورضوخه وقبوله بالموجود غير مبالي أهميته في القطاع.
وأستاذ سميرة، التدخل ديالك زعما هي نقطة في محلها، ولكن كاين مسألة ديال الأستاذ كيعيش تحت وطأ، واحد الوطأ راه بعض المرات ما نغيبوش واحد الجانب آخر، راه الله يحسن العوان نهضرو بصراحة. كاين بعض المرات الأستاذ كيحضر راسو كيسيني كونترا، راه عرفتي لي كونترا دو ترافاي، بعد نرجعو نهضرو على عقد العمل، راه حتى العقد العمل راه بعد كتشد. كاين الاستاذ اللي كيوقع على عقد عمل بدون ما كيقراش، في حين ان عقد العمل خاص يكون فيه بنود. شنو هو عقد العمل؟ عقد العمل راه هو واحد اطار قانوني، او لو واحد الوثيقه قانونيه كتضمن الحقوق والواجبات، حقوق المشغل وواجبات ديالو، وبالتالي حقوق وواجبات الاجير. ولكن كاين بعض المسائل اللي هي ظروف اجتماعيه، الله يحسن العوان، كاين اساتذه اللي عندهم ظروف اجتماعيه وبالتالي كيخضع بعض المرات الاشياء اللي نتكلموا مثلا حتى في مجال العمل. الاستاذ راه بعد كيوقع هذاك العقد ما كيتناقش المشغل على الاجراءات، شنو خصو يدير، واش خصو يسيني، شنو هو الاجر اللي، حتى مثلا ما كنشوفوا الاجره كتكون من عده من عد من كتكون من عده بزاف ديال لي غيبغيك، ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه، كتلقى فيها لي سالير دو باز، لان الاجره ديالك راه السالير دو باز، كيخصك تعرف شنو هو السالير دو باز، لي بريم، بزاف ديال الاشياء اخرى. عاد زائد كاينين اساتذه، تذكرتها دابا كتبينها مشات ليا، وحتى التظلم كيجي في استاذ. تخيل دابا استاذ بعد عندك مره تكلم معايا، استاذ عنده خدام بواحد المبلغ ما غاديش نذكرو شنو هو، ولكن داك المبلغ كيبقى جامد، ما كيستافدش من الاقدميه. كاين الاستاذ، كاين حتى الاساتذه، لكن واحد الجانب ديال لا مبالاه. انت كتخدم كتشتغل في مؤسسه، راه مباشره بعد كتخدم عام، كتفوت سنه، كتبدا في السنه الثانيه خصك تزاد 5% من البريم دونسيانتي، يعني كيتسمى التعويض على الاقدميه او لحق الاقدميه. بعد كتكمل 5 سنين، كتدخل في السادس، كتبدا عندك 10%، هذا كيتسمى بريم دونسيانتي. تفوت 10 سنين، تفوت 12 عام بلوتو، 12 عام الا ما خانتنيش الذاكره، تحصل على 15%. هادو كل هاد الاشياء، المسائل كل هاد الاجراءات القانونيه وهاد المسائل كلها، راه الاساتذه غير يمكن يعرفوها من خلال التواصل مع النقابه والانضمام تحت صف النقابه، وهاد المسائل غادي يعرفوها الحقوق ويعرفوا الواجبات. الظلم لا تقبله اي منظمه، دونك اي يخضع لوزاره وصيه وزاره التربيه الوطنيه من جهه. انا اتفق معكم في بعض الاشياء، واشياء اخرى لا اتفق معها. راه حتى الاستاذ، شوف بعض المرات بعد كنتكلموا، راه كاين واحد النسبه دابا هذه المسؤوليه، راه ماشي مسؤوليه ديال، لا ماشي مسؤوليه الدوله، ماشي مسؤوليه القطاع الخاص، وماشي مسؤوليه الاستاذ، هي مسؤوليه مشتركه ما بين الكل. الاستاذ كيساهم بواحد النصيب، والدوله كتساهم بالنصيب، والمؤسس هو كيساهم بالنصيب. خصنا نعرفوا واحد المساله، راه اي مستثمر بعد كيستثمر حق مشروع انه يقلب على الربح، هذه عام لا نقاش فيها، حق مشروع انه يقلب على الربح، ولكن يقلب على الربح مراعاة باش ان حتى داك الاستاذ اللي خدام معاه، ما نبغيش نقول اجير، ولكن هي في الحقيقه راه حنا لا نعتبر اساتذه، راه قانونيا لسنا باساتذه، راه انت غتكون استاذ، راه ماشي استاذ، انت راك تعتبر اجير، لان العلاقه الشغليه كتربطك ما بين مؤسسه وهذيك مقاوله. اذا كما قلت، انا من حقه وحق مشروع انه يبحث على الربح، يرو كان الربح موازاه بان ذاك الاستاذ خصو يراعي بان ذاك الاستاذ حتى هو راه عنده حق، حتى هو يطمح لواحد يكون منتج، بمعنى انتيش خص داك العمل اللي كيقوم به يرجع عليه بالنفع الذاتي بعد على الاقل، يكون عنده واحد اجره محترمه، ويكون عنده واحد الوضع محترم. راه كاين بعض المرات، راه حتى المؤسس راه كاين يمكن عندهم ضغوطات كنعرفوها، ولكن راه استاذ عنده ضغوطات اكثر، الاستاذ لا يملك، ما كيملك الا الاجره ديالو. فبالتالي بعد كنقول ان هي المسؤوليه مشتركه، مسؤولية مشتركة، لأن الأستاذ غايب على الساحة، ما كاينش الأستاذ. راه الدولة وضعت لنا آليات، من بين هذه الآلية ديال النقابة، حنا ما فعلناش هذه الآلية، ما غنبقاوش نقولوا راه كاين حيف كاين ظلم، لا، ما كاينش حيف كاين ظلم،
كاين بعد كاينين تجاوزات، ولكن عندنا آلية غير مفعلة منها تعسيس النقابة. هذا القطاع الخاص شحال في عمر ديالو دابا؟ كاين شحال في عمر ديالو؟ كاين ما عمرها كانت شي محاولة لتأسيس مقاولة، أمي تأسيس نقابة. وبعد كتأسس النقابة كاين هناك خلط لدى عديد من الأساتذة، أن الأستاذ كتقول له نقابة والعمل النقابي كيفكر مباشرة في الإضراب وفي الاعتصامات وفي المواجهة وفي الصدام مع المؤسسة، في حين أن هذا الشيء راه ماشي، هذا راه نضال، خصو يكون نضال حضاري، يعني أنك تتواجد في الساحة وكتهضر على حقك، ولا بدا ما غادي يتصمت لك. الا كنتي غيب شنو كتنتظر؟ غير شي واحد يقول لي هذاك راه كان، مادام ان ما كاينش عندك، ما كاينش وجود في الساحه، ما كاينش واحد التمثيليه، وما كاينش واحد الاطار كيمثل هذا القطاع، معنى انك راك راضي ومرتاح وعايش مزيان. هذا هو اللي كان، انا اللي هذا هو اللي كنعرف انا، زعما كنامن بهذه الفكره. طونكو ما كاينش اصوات ترتفع، ان الناس راه راضيه والوضع ديالها راه وضع مزيان. هذا هو اللي انا بتحديد بحال هكا منطقيا. اذا انا باش نخلقوا التوازن كيخص يكون عندنا تمثيليه، باش نقدروا عندنا امكانيه نحاوروا. راه الا حاورتي راه غتوصل، راه ما يمكنش الانسان غتكون اذان صمه، راه يمكن راه مرحله ديال النقاش على الاقل. الوضع الحالي اللي كاين دابا، راه كاين مؤسسات حاليا ما كتديش حمام السميك. انا قلت لكم اقسم بالله العلي العظيم، الا كاين الاساتذه كيقولوا لي انا ما نقدرش، نقدر نقول لكم شحال، ولكن راه اقل من 2000 درهم. كاين الاستاذ اللي كيشتغل باقل من 2000 درهم، استاذ يشتغل باقل من 2000 درهم. فبالتالي هذا الاستاذ شحال غادي؟ الا رجعنا للديكلاراسيون ديال لا سينيساس، المشغل ما يمكنش يديكلاري ليه ب 26 يوم، غيمشي يديكلاري ليه ب 12 يوم ولا ب 13 يوم. فبالتالي ديك الاستاذ يقدر يخدم واحد المده ديال 30 سنه او 35، بعد يخرج للتقاعد يلاه يجيب المينيموم اللي هو 3000 وقيله و240 نقطه. وهنا هذه راه اشكاليه في حد ذاتها. ليه هنا كاينه ضروره، وكنعاود نجدد الدعوه لجميع الاساتذه باش ينخرطوا في هذا النقابه، وراه ماشي شي عمل اللي هو خارج عن اطار القانون. راه حنا كنعيشوا في دوله حق القانون، دوله فيها مؤسسات، وهاد الالتفاف حول نقابه او لا انك تنخرط في نقابه معينه، هذا لا مساله لا يجرمها القانون، بالعكس هذه راه مصلحه عامه، راه ما يمكنش ليها تؤدي الا برقي العمل ديال الاستاذ وديال المؤسسات. كون على يقين الاستاذ بعد غادي يكون في وضعيه مريحه. سيرتو انا كنتكلم على واحد المساله مهمه جدا، الا شفتوا معايا الاساتذه كاين واحد المساله في هادشي ديال لا جيستيون دي ريسورس هيومان، كيتكلموا على بيراميد دو ماسلو. راه الاستاذ اولا كيف بصفه عامه الاجير بعد كتكون تعطيه المينيموم دو باز، يعني داك كتعطي غير دوك لي بوزوان فيزيولوجيك، يعني ياكل يشرب ينعس وغد لي الصباح يخدم. راه الخدمة أو العمل كيبقى ينظر ليه كيما كيقولوا ليه الكورفي، وهذا دليل كتلقى مع شي أستاذ تسولو كيدير لك مع تمارة، هذيك لا نوسيون. راه بعد كيولي يهضر معاك أستاذ بهذ القضية كيقول لك مع تمارة، راه الانتماء. حنا غادي نرجعوا لواحد المحور آخر، راه بعد كتكون النقابة وكتكون الأمور الحقوق مضمونة وكيكون الأستاذ كيعيش واحد الوضعية مرتاحة، راه الغوندمون ديالو كيرتفع بواحد الدرجة قصوى، وراه حتى الارباح ديال المؤسسه كتكبر كترتفع. هاد المساله هاد العلاقه راه علاقه علميه تثبتها، ان الاستاذ بعد كيحس براسو على الاقل اون سيكوريتي، يعني كيحس بالسيكوريتي وكيحس كيوصل عنده، حيت لي بوزوان ديال الانسان كيتغيروا. عندنا دي بوزوان فيزيولوجيك، عندنا دي بوزوان ديستيم، لي بوزوان دي سيكوريتي، الاحتياجات. بعد كتشتغل في مؤسسه وكتوفر لك الاحتياجات كامله، كتحس بانك مطمئن محترم، تتاخد الاجره ديالك كما هي، الغوندمون ديالك غادي يطلع اوتوماتيكمون. هادشي علاش كنقول بواحد المنظور، راه وجود النقابه، راه وجود النقابه ووجود مؤسسات تعليميه، راه ما يمكنش لينا ان نكون واحد الخطان متوازيين، راه ما يمكنش لينا ان نتلاقاو في واحد لوكوان خطان متوازيين، بمعنى ان الوجود طرف
مرتبط بوجود الطرف الآخر. فإذا كانت هذه العملية دونك من هنا كان بلاتي نشوف واحد سامعنا كلام كثير بدون تطبيق، هناك شيء غير مفهوم، لا نتمتع بأي حقوق ولو بسيط، وإذا بنا كثير من يدعو أنهم يمثلوننا، وربما هناك تواطؤ. وعندما تحققون ولو شيء بسيط حينها أصدقكم أنكم موجودون. الأخ الكريم، يعني لك الحق، لك الحق في ذلك، لك الحق أن تقول ما شئت، إلا أنه أنا نقدر نقول لك واحد الكلمة، أن نجدد لك الدعوة وجي أنت وحط يدك في المسألة وساهم فيها وسير أنت القدام بهذه المسألة. حنا راه ما عندناش إشكال، اللي بغي يلتحق بالنقابة ويشتغل فيها ويشوف كل شيء، يعني مرحبا، وحنا كنرحبوا بجميع الأساتذة، ما عندناش فرق ما بين أستاذ أو الآخر. الهدف ديالنا هو غير ديالنا على الغطاء. انا غنقول لكم، انا فكرت في انشاء نقابه والله القاسم، الى جميع الحقوق ديالي انا مضمونه حاليا، ومن هذا المنبر زعما صراحه المؤسسه اللي كنشتغل فيها كتعطيني اجره محترمه، كنعيش في واحد الوضعيه فيها نوع بعد، على الاقل كان عندي كنحقق واحد، عندي بعد واحد نقدر نقول لك اكثر من المينيموم دو باز. ولكن غنقول لك واحد الكلمه يا اخي، وانني انا فكرت بانني في هذه المساهمه في ولاده هذه النقابه. من واحد النهار انا كنت في اجتماع مع المؤسس ديال واحد المؤسسه كنت اشتغلت فيها ما بين 2004 حتى 2014 لمده 10 سنوات، وكان واحد الاجتماع، كان هو الاجتماع كان قال فيه واحد الكلمه ما تسرطتش لي لحد الان. خاطبنا بواحد الخطاب قال لك انتم اجراء عندي في المؤسسة ماشي أساتذة، أنتم أجراء. وقال لنا ما دمت لا أخالف القانون في أداء أجور، ما كنزلش على الحد الأدنى للأجور، ما عندش شي واحد الحق يطالبني بشي حاجة أخرى. قال لك أنا كنخلص لاسينيساس كنعطيكم الأجر أكثر من الحد الأدنى للأجور. أنا قال لك في الوضعية القانونية في مرتاح، كلمة أنتم أجراء وخاطبنا قال لكم أنتم مستخدمون، وحتى واحد ما عنده الحق يقول لي شي حاجة، أنا من حقي نخدمك 44 ساعة في الأسبوع. هذيك ما ترصاتش ليا. أما أنا حاليا الوضعية ديالي راه ما عنديش أنا إشكال، وإنما حنا كنقولوا هذه المسألة هذه غير كلمات، على الأقل على الأقل كتساهم في واحد البناء، كتساهم في واحد مش في صناعة عقول. راه جميع راه كاين مربيات، معلمين، اساتذه، راه كيبدا التلميذ، راه هذاك راه منتوج وطني كتساهم فيه انت، راه ما كنتجوش شي منتوج، راه حنا كنتجو واحد منتوج من نوع اخر. راه الاعصاب ديال الاستاذ كتحرق، راه تخيل انك بعد كتكون في قسم فيه 20 تلميذ، راه باش تتعامل مع 20 حاله انسانيه، 20 ظاهره، راه بعد كنقولوا الظاهره الانسانيه راه ظاهره متغيره، راه ما يصلح للشخص لا يصلح للاخر، وكتكيف مع مجموعه ديال الاساتذه وكتوفقهم وكتمشي معاهم باش كتاخذ بيديهم وكتنتقل بيهم من واحد مرحله لمرحله اخرى، راه هدف حد ذاته راه مجهود، ماشي مجهود بسيط. نشوفوا بعد تعليقات اخرى. وحدوا الصفوف وسترون النتيجه، فقد سمعت ولم نرى، لا النموذج لأساس الخنوع والذي يعلق مشجب الخنوع على نضال الآخرين. أنت من يجب أن يحقق لنفسك من داخل النقابة. صحيح صحيح صحيح، سمعت فقط، سمعت ولم ترى، معقولة. أظن أنه آن الأوان للوزارة أن تضع إطار قانوني يؤطر هذه الفئة. الدولة تتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالمراقبة، بمراقبة الدولة تحمل مسؤولية فيما يتعلق بمراقبة وزجر الخروقات، سواء تعلق الأمر بظروف العمل أو الضرر الاجتماعي. نعم أكيد أكيد أستاذ. ماذا عن الاستفادة عن مؤسس محمد السادس للأعمال الاجتماعية بالنضال الحضاري؟ طبعا وبتوحيد الكلمات تتحقق المطالب. أكيد الأخت ما أعرفش الاسم،
أكيد يعني كلامك صائب، سنعمل جاهدين حتى إقرار النظام الأساسي أزور. إذن هذا هو الهدف الأسمى، هو الهدف هو بعد على الأقل استصدار واحد المنظومة، واحد المنظومة اللي كتلائم هذا القطاع، لأن هذا القطاع ديال التعليم الخصوصي حنا بغينا ولا كرهنا، راه المستقبل بقى في الإطار الخصوصي، حنا راه ما نكرهوش بأن تولي الهجرة من القطاع العمومي للقطاع الخاص، لان الا توفرت فيه جميع الشروط ما غيولي الاستاذ في القطاع العمومي غادر القطاع العمومي ويجي القطاع الخاص، وهذه راه ماشي مستبعده، راه ممكنه، لان القطاع الخاص راه كاين فيه بزاف يعني الاشياء اخرى ايجابيه، ولكن الا كتمت مراعاه الاحتياجات، يعني الاستاذ راه هو عنده احتياجات نفسيه اجتماعيه احتياجات ماديه، راه انا كنقولها دائما وكنعرفوها دائما، هذه مساله يعني مفروغ منها، هو الانتماء. انا يا ريت ان شاء الله الا كان شي فرصه اخرى نديروا واحد حلقه اخرى على الانتماء، ونناقشوا الانتماء ديال الاستاذ المؤسسه، عرفتي نهار توصل الاستاذ يشعر بالانتماء ديالو للمؤسسه، غتشوف المؤسسه كيفاش غتولي، وعرفتي الانتماء ديال المؤسسه ما يمكنش يتحقق استاذي يولي يحس بانه، لان كاين واحد مثلا بعد كتشوف شي دول اخرى كتمشي عند عامل ولا اجير كتسولك يقول لك انا بحال في الجابون كيعتبروا مقر العمل كمنزل، كيقول لك انا غنمشي للدار، علاش؟ لانه كيحس براسو كينتمي لديك المؤسسه، وهاد الانتماء ديال المؤسسه راه ما يمكنش يجي الا اذا كانوا تحققوا بعض الشروط، كما قلت لك قبيله بعد كنمشيو داك لي بارامتر دو ماسلو، كاين حيت الانسان كيبدا عنده بزاف ديال الاحتياجات، كاين احتياجات اللي هي فيزيولوجيه الاكل والشرب يعني لبس، عندي المسائل هي بعد كتكون هاد الاحتياجات راه كتحس بانك كدير كورفي، وهذا راه بعد كنرجعوا حتى لتحليل اللغه. اسمحوا لي شويه الا خرجت على الموضوع، حتى بعد كنقول لك الا بغيتي تدرس مجتمع درسوها من اللغه ديالو، راه بعد كتجي عند شي اي اجيره او اي موظف او اي شخص كيف ما كان كتسوليه على العمل ديالو كيقول لك واه حنا مع تماره، راه تعبير كيحمل اكثر من كيحمل معاني كبيره، عرفت شنو بعد كيقول لك حنا مع تماره، تماره وعينا بتماره، معناه انه ما كيحش بالمتعه في اداء العمل ديالو، فبالتالي لو وصل الاجير او الاستاذ او الموظف كيف ما كان النوع ديالو وصل انه يقول لك كتسوليه وكيقول لك وكيحس بمتعة في أداء المهمة ديالو، والله التعب ما كتحس به، وانتم الأساتذة وكل شيء وهذا راه عندكم تجربة فيها كاملة، كاين القسم اللي كتدخل به كتخدم وكتحس مرتاح وكتخرج نتايا حاس بواحد النشاط، علاش؟ لأنك القسم كله متجاوب معاك، وهنا كتولي ديك كتحس بديك المتعة، إذا كانت متعة العامل كتحس بأنك كتأدي واحد العمل، المؤسسة تحترمك، كتاخذ المستحقات ديالك كما هي، المؤسسه يعني كتدفع بك وكتعطيك واحد الاجره اللي كتخليك تحس بانك مرتاح، كتحس براسك انك مطمئن، والاطمئنان درجه عاليه في الاحتياجات، بعد كيكون هذاك الاطمئنان اكيد ان الغوندمون كيكون غادي مزيان. اذا باش نتحققوا هذا الشيء هذا كيخصنا واحد المسار ديال النضال، ربما احنا الصوت ديالنا ما واصلش الصوت، ما عارفينش المعاناة ديالو، انت كتشتغل في واحد الميدان ما كاينش اللي بلغ، احنا خصنا نوصلوا الصوت ديالنا للجهات المسؤولة، اول منها وكنعيدها الوزارة الوصية، لان هذا القطاع خصو واحد الاطار وواحد المنظومة اللي هي خاصة على الاقل كتراعي فيها ان استصدار واحد منظومة، اقرار واحد النظام خاص اساسي خاص بالاساتذة واطر التعليم الخصوصي، وعلى الاقل في الحد الادنى حاليا في ظل هذه الوضعية الحالية التطبيق بعد القانون، وكنوجه الدعوة لجميع الجهات المسؤولة والمؤسسات المسؤولة انهم على الاقل القيام بمراقبة هذه المؤسسات الخصوصية
اللي على الاقل ما كتديكلاريش في لا سينيساس، وما كتحترمش الحد الادنى للاجور، ما كتطبقش البريم دونسيانتي. الا كان شي استاذ هنا يذكرني، بريم دونسيانتي هو التعويض عن الاقدميه او حق الاقدميه. حق الاقدميه كاين، حق الاقدميه لا سينيسيس، والحق والحد الادنى للاجور. وكاين هناك بعض الاساتذه اللي كيخدم من شهر 9 حتى شهر 6، وكيولي المؤسس سير دير واحد الشهرين ديال الشوماج عاد رجع اشتغل معايا. لا يعقل، لا يعقل بتاتا. مسألة هي موش هذا السؤال، زعما هذا الأستاذ اللي غيشتغل من شهر 9 ويبقى يشتغل حتى شهر 6 ويمشي في شهر 7، سير سيدي دوز واحد شهرين ديال الشوماج وعاد جي تشتغل معايا ثاني مرة أخرى. عاد ثاني البنود اللي كاين بعض المرات كتكون واحد شي بنود مجحفة في حق الأستاذ. لو كنت تفهم النضال لما كانت حقوق هذه الفئة تهضم منذ زمن بعيد، فقط تتقنون الشعارات. شكرا سي الياس صلاح. نعاود نقرا الميساج ديالك. لو شكرا استاذ صلاح. لا اظن انك استاذ في لا انا اظن انك استاذ. سمعنا كلام كثير بدون تطبيق، هناك شيء غير مفهوم. لا نتمتع باي حق. انا واحد المساله كتيرني دائما، كيقول لك واحد لا نتمتع باي حق. راه الحق يؤخذ من لا يعطى. واش بغيتي؟ انا ما بغيت نفهم. ما كاينش المؤسسات عندهم تمثيليه، الاساتذه لا، ما كاينش شي اطار موحد اللي كيمثلهم ولا كيدافع على الحقوق ديالهم. بالتالي شنو كتنتظروا؟ لا لست ادري، لست ادري. واقع مخزي ومؤلم. انا 11 سنه في الميدان دون السميد لحد الان. يلا هو ام واحد الاخت هنا كتقول لك بان 11 سنه في الميدان دون سميد لحد الان، يعني استاذه. وهنا هذا كنوجه نداء لجميع الجهات المسؤولة بما فيهم مفتش شغل، بما فيهم، يعني كيف يعقل أن أستاذة تشتغل في الميدان منذ 11 سنة ولحد الآن بقى ما كتوصلش حتى بالسميك؟ بحقيقة هذه راه جريمة. التعبئة تبدأ بمحاربة الخوف المسيطر على العقول. نعم اخي، هناك خوف، ما عرفش انا الخوف ليش. دابا انا واحد القضيه باقي، دابا الاستاذ انا اللي كنشوف دابا، هو دابا بحكم الاحتكاك ديالي مع مجموعه ديال الاساتذه، الاستاذ عنده في العقل ديالو كتقول نقابه، مقابل ديالها اصطدام، مقابل ديالها اضراب، مقابل ديالها صراع. هادشي اللي كيفهم في النقابه، في حين ان احنا راه في واحد، احنا المغرب ديال امس ماشي هو المغرب ديال اليوم. النقابة راه هي، ربما نقدر نقول لك انا في نظري كتبان لي النقابة هي واحد الحلقة ديال حلقة وصل ما بين مصلحة المؤسسة ومصلحة الأستاذ. يعني كل طرف كيدافع على المصلحة ديالو، وهي كتكون واحد حلقة وصل لا أقل ولا أكثر. راه النقابة راه غادا غير تأثر الأستاذ، على الأقل أستاذ غيفهم بأن راه عنده حق، مثلا ما خصوش يتقاضى أقل من سميك، وهذا حق مشروط، هذا حق زعما مضمون من طرف القانون. يعني راه بعد كتخدم شي أجير، إلا مشينا في هذه المنظومة وفي هذا الوضع الحالي، أنت أجير، المشغل خاصو مينيموم خاصو يعطيك سميك، مينيموم خاصك تاخذ سميك. عاد حق الأقدمية، عاد العطلة، يزيد على ذلك كاين بعض المسائل اللي خاصها تتحقق على الاقل في الاطار الوضع الحالي. تحياتي الاستاذ مصطفى. ما ينقص الاستاذ في القطاع الخصوصي التكوين والاطار يحفظ كرامته، واطار يحفظ كرامته. اكيد استاذ، اكيد راح نحن بدورنا نفكر في ان يكون عندنا حلقات تكوينيه، على الاقل حلقات تكوينيه. خص الاستاذ يتكون في ما هو تربوي وما هو حقوقي. الاستاذ راه خاصو بعد بزاف ديال المعلومات، حين تما كنتكلموا على الاستاذ خاصو يعرف بعد الحقوق ديالو والواجبات ديالو. شنو الواجبات ديالو وشنو هو الحقوق ديالو؟ هذه مساله مهمه. يجب ان ندكر
بأن هناك مجموعة من المؤسسات وهي الأغلبية لا تحترم مدونة الشغل لأنها غير مواطنة وتجدون لنفسها أعذار. نعم أستاذي، نعم صحيح، لأن هناك مؤسسة مواطنة وهناك أستاذة مؤسسات لا غير، نقدر نقول مؤسسة غير مواطنة. أنت غير معني بهذا الموضوع، ابحث عن حقوقك في عرق وكد، وفي عرق وكد المناضلين ستبدي لك الأيام ما كنت جاهل. أنت غير معني، قالك ابحث عن حقوقك في عرق وكد المناضلين ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. نحن بحاجة لأذان صاغية. الذهاب لمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتسجيل تحت عنوان النقابة الوطنية لسيادة وأطر التعليم الخصوصي، ثمن الانخراط 100 درهم. تأخذ بطاقة انخراطك وتبعث بصورة بطاقتك للمكتب الجهوي. نعم أكيد أستاذة، شكرا لعل هذا التدخل. نزيد هذه المسألة اللي كنت غادي ننساها، وأن أي كنجدد الدعوة لجميع الأساتذة أنه اللي بغى ينخرط في المؤسسة في النقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي ما عليه إلا التوجه إلى مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المتواجدة في متواجدة في ربوع المملكة كامل. يعني في أي مدينة كنت في أي منطقة غتمشي المقر ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وغتسجل تما وغتاخد بطاقة الانتخابات ديالك تحت عنوان النقابة. بعد تبغي تاخد البطاقة ديالك غدير دولي معطوك تحت عنوان النقابة الوطنية لأساس وأطر التعليم الخصوصي. الحق ينتزع ولا يعطى. أكيد النقابة عمل يحق للجميع الانخراط فيها منذ اللا قانونية. توحد الأساتذة تحميك وتحمي رفيقك باتحادكم. راه ممكن تحافظ على مكتسبات وحق مطالب طبعا بالنضال، وتأسيسها في القطاع الخاص مكسب. آن الأوان أن تخرج الدجاجة من الزجاجة دون قتل الدجاجة ولا كسر الزجاجة. أكيد أستاذتي الفاضلة. المهم هو الانخراط في العمل وليس السمع فقط. عليك أن تغير سلوكاتك السلبية، كن إيجابيا إن كنت فعلا تنتمي لقطاع التعليم الخاص. شكرا على غيرتكم أستاذ، لقد شخصتم الوضعية. شكرا لكم أستاذ، أتمنى ألا تنسوا الأطر التربوية والإداريون لأنهم يعانون في هذا القطاع. أستاذتي الفاضلة، هذه النقابة هي، شوف العنوان ديالها، النقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي. يعني هذه النقابة راه تشمل كل شيء، أساتذة وأطر إدارية. ماذا أستاذ عن ماذا عن من يقتل فيك هذه المتعة؟ مش غنقول لك هذا نوع بالنضال ديالنا وبالوقوف ديالنا. صراحة نقول لكم بالنضال دي اعرف واحد القضية. واحد كنت انا فيك اللي خدمت في واحد المؤسسة، وكنت انا ممثل ديال ممثل الاجراء، كنت مندوب كما كتسموه مندوب. ومن بعد ما تأسس المكتب ودم الانتخابات كنت انا والنائب الاول جي عندي المؤسس. فعلا نيت هاد المؤسسة، انا رغم ان كاين خلاف بيني وبينه ولكن كان موجه لي التحية، لانه زعما صراحة كان في المستوى. كان جا عندي واحد النهار قال لي ودي غادي تشوف ليا اشنا هي المطالب ديال الاساتذه اشنو بغاو. كنت كنهضر معاه وقال لي ربما الاستاذ راه عنده واحد الامنيه في دماغه، باغي يشري طوموبيل. قال لي ربما باغي هو يشري طياره، باغي يمتلك فيلا. هذه احلام من حقه احلمها، ولكن الا عرفت انا الاهداف ديالو واشنو بغا غادي يمكن لي نتعامل معاه بواحد التصور المنطقي. وفعلا نيت بدينا كنشوفوا سميتو. بعد جينا الاجتماع انا بعد درت واحد الاستماره، يعني كل شيء عبر على الارتياح ديالو بان لا ينقص. بصراحه كل شيء قال بان لا ينقص حتى واحد ما خاصه حاجه. وقات واحد الكلمه ديالو عالقه في الذهن ديالي، كان قال واحد الكلمه والله الا بقات لي في الذهن ديالي. من بعد درنا الاجتماع ويسالهم مره اخرى، قال لهم كنعاود نجدد السؤال ديالي، زعما شنو هي المتطلبات ديالكم، شنو خاص، شنو واش كتحسوا بشي حاجه، شنو ممكن نديروه نحقوه ليكم. وكل شيء سكت وينقص ويقول واحد الكلمه صراحه، قال لنا انتوما يا اما شياطين يا اما ملائكه. عرفتي ديك الكلمه ما خرجتش لي من دماغي، يا اما شياطين يا اما ملائكه. وهاد الكلمه انا انا بقات لي ما بغاش تنسى لي من دماغي. يعني كيقول لك يستحيل عندي استاذ كيشتغل وكياخذ واحد تقاضى واحد الاجره شهريه وما عندوش اطماع، ما عندوش معتن احلام.
هو كاين يسأل تما باش يشوف كيفاش، واش كاينه بغى يدير شي زياده اولا باش يتصاود معاهم زعما، الا كانت باش يدير باش ياخذها بعين الاعتبار باش يشاركهم في النقاش. فاذا بالجمع كاين تقريبا شي 30 استاذ كلشي صامت، معنى ان هناك خوف، كاين شي واحد كيقول لا غادي نقول زياده غادي يجري عليا اولا غيوقف. ما فهمتهاش هذه المساله هذه، راه ممكن تكون كاينه اذن باغا تسمع لك وانت ما دويتيش خا تخليك. راه هذا هو اللي كنقول انا. الاساتذه كيشتغلوا في الصمت، كيقبل بالوضعيه اللي فيها كيبقى ساكت، مادام هو ساكت ما كاينش اطار نقابي اللي غادي يدوي عليه ولا غادي يتكلم به او اللي غادي على الاقل نوحدوا الصفوف ديالنا حتى ما قدرتش يقدر بشكل فردي. انا هضرب بشكل جماعي، وبعد نهضروا بشكل جماعي يمكن غادي الصوت ديالنا غادي يوصل، وممكن ان تستجب لنا الاداره، باردون، ممكن ان تستجب لنا المؤسسه، ممكن ان تستجب لنا الدوله، ممكن ان تستجب لنا المؤسسه الوزاره الوصيه، ممكن ان نوصلوا لواحد بزاف ديال الاحداث نحققوها بعد، على الاقل نحققوا بعض الاهداف اللي هي ممكنه. انت غايبين على الساعه وكيجي واحد كيقول لك انا اش دارت والدوله ما دارتش ليا. الدوله وضعت لك اليه خصك تستغلها، نكونوا صراحه نهضروا بهذه الطريقه. الدوله وضعت لنا اليه ما استغليناهاش، بقينا في الهامش. السلام عليكم، اظن ان اول ما يجب على استاذ واطار التعليم الخصوصي هو التمسك بالعمل في ظروف تصون كرامته، ويبتعد عن قبول عن عمل في ظروف غير ذلك تحت اي ضغط قد تمارسه ظروف الحياه القاسيه. فالصبر قد نغير بالصبر بالصبر فبالصبر قد نغير ما تراه حاليا مستحيل. اكيد استاذ. وماذا استاذي عن من يتقتل فيك هذه النقابه؟ اليد في اليد. شكرا جزيلا الأستاذ الفاضل على غيرتك على هذا القطاع، مستمرين في النضال، بارك الله فيكم. دونك الأساتذة، إلى أنا كنظن بأن قلت ما في جعبتي، إلا كانت شي إضافة ولا شي حاجة ولا شي واحد بغيت يتدخل معايا مباشرة يعني نقدرون، كانت شي حاجة ما واضحاش تكتبوا لي في التعليقات. شكرا لكل من ساهم في اللقاء، نحن متعطش لمثل هذا، أتمنى اللقاءات وليفات كثيرة مستقبلا. أكيد أستاذي غادي يكون لقاءات أخرى. أستاذ التعليم الخصوصي يعانون الأمرين ولكنهم صامتون خانعون. راه أستاذ واحد المرة كان عندي واحد اللقاء مع واحد المدير مؤسس ديال مؤسس واحد لا. واحد مؤسس ديال واحد المؤسسة، وكنناقش معاه واحد الموضوعيه، كانت هو ان جميع بعض المرات كيكون استاذ كيكون مدير وكيكون واحد في لا ديريكسيون دي غوسورس هيومان، كيجيو اساتذه كيديروا معاهم دي زونتروتيا كيقبلوهم في العمل. ولكن لاحظت بان في كل اخر سنه كيمشيو 6 8 اساتذه وكيعملوا جوج اساتذه اخرين وعاود كيمشيو جوج اساتذه. قلت ليه استاذ واش ها، قلت ليه واش الم يحل الاوان لإعادة النظر في الأستاذ اللي كيدوز معاهم لونتروتيان؟ واش أستاذ المدير بعد كيدير واحد الأستاذ وكيدوز مع اونتروتيان وكيقبلو، معنى أنه راه عنده كفاءة باش يقبلو؟ إلا قبلو منطقي راه خصو يتحمل المسؤولية. راه إلا كان واحد مشرف ولا أستاذ ولا مؤسس كيدخل هاد العام 10 وفي الآخر ديالي يخرج 6، العام الآخر يستقبل 10 أساتذة في الفان ديالي يخرج 8، انسي دو سويت، معنى راه كاين خلل فيه، هو راه هو خصو يعيد النظر فيه. كاينه واحد المساله اخرى، هو دابا اللي بغيت نقول بان بالنسبه للاستاذ هو كيحصل ما بين مطرقه المشغل والسندان ديال الاباء والتلاميذ. هذه مساله ما فضواش، انا ما كنفهمش استاذ كيشتغل في مؤسسه 40 سنين 50 واحد النهار كيجي اب كيشتكي من الاب من الاستاذ، صافي استاذ يمشي. لان هنا بعض المرات باقيين حتى المؤسسات، هو فعلا حقيقه كاين واحد المساله هي مهمه، هو حتى النضج ديال المؤسسات. ربما اللي كيبان لي نضج المؤسسات بالمهام اللي محاطينها على الامانه اللي كيحملوا والمسؤوليه امام الوطن وامام الله وامام الشعب. راه على استاذ والمؤسسه كيحملوا واحد الامانه، راه امانه ديال الاجيال جيد للمستقبل، وهاد الامانه راه خاص الانسان زعما صراحه خاص كتبغي شويه من النوع ديال النوع. دابا اللي كاين ملاحظ هو ان المؤسسات كتعامل مع التلميذ
كوم كليون، وكيمشيو في ديك القولة ديال ولا ديك البروفيرب الفرنسية، كيقول لك لو كليون اي تان غوا. وهذا هو الاشكال اللي هو الصعيب حتى هذه النقطة هذه راه ما ناقشتهاش دابا، لان راه المؤسسة كتنظر للتلميذ كزبون خصني نرضيه. راه الا قال الزبون شي حاجة في الاستاذ ماشي هي ديك الاستاذ فيه العيب. انا حضرت لهذه وعشتها، استاذ وقع في واحد الخلاف مع تلميذه واشتغل في المؤسسه شحال من عام، وكانوا زعما كيقولوا راه الانسان كفء. نهار وقع ليه نزاع مع تلميذ، قال له الله يعاون، ضحاو بالاستاذ ما ضحاوش بالتلميذ. هذه تا هي مساله اخرى. هل النقابه دور ملموس اذا دخل احد منخرطيها في نزاع قانوني مع المشغل؟ نعم سيدتي، وكيف لا؟ على الاقل راه كتوفر لك بعد على الاقل الاجراءات، كتشرح لك يمكن ان تساعدك في الاجراءات القانونيه اللي خصك تاخذها. مثلا يمكن انها تآزرك باش في الذهاب عند مفتش الشغل، تشرح لك المساطر التي يجب عليك على الاجير او الاستاذ يسلكها، خاصه واحد مجموعه ديال المساطر القانونيه ما كنفهموهاش، مثلا في حق الطرد التعسفي. مثلا حيت الطرد التعسفي، بعد كنتكلموا على الطرد التعسفي، حنا راه ما عارفينش الطرد التعسفي. الطرد التعسفي راه فيه عدة أوجه، راه كاين طرد تعسفي صريح وكاين مقنع. راه بعد كيجي المؤسس وكينقص لك من الصالير ديالك، هذاك راه معناته حق الطرد التعسفي، عدم أداء الأجور التعسفي. كنتي مدير وجا قال المؤسس قال لك لا غتدخل القسم تشد قسم نزل الرتبة ديالك، هذاك راه كيتعمد الطرد التعسفي. راه كاين بزاف الأشياء اللي ممكن نستافدوا منها من خلال هذه النقابة، حيت هذا إطار غنتنظموا فيه وغنتكونوا فيه وغنتأطروا فيه وغادي نمشيو لقدام. وكنجد لكم الدعوة مرة أخرى للانخراط في هذه النقابة. لنظن ما بقى لي إلا أن أودعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. ونتمنى أنني نكون يعني أجبت على عدة تساؤلات في هذا الإطار هذا. ولكم جزيل الشكر وتحية نضالية لجميع الأساتذة المتواجدين معنا في هذا المباشر. يا أستاذ التعليم الخصوصي بالمغرب اتحدوا من أجل الدفاع عن كرامة. لا نعمم أستاذ، تحية لكم مشغل يحترم الأستاذ. نعم أكيد الأخت فاطمة من معرض بن، لا نعمم أستاذ، تحية لكل مشغل. لا أستاذ راه حنا هنا بعد كنتكلموا أستاذ. الله يجازيكم بخير، أنا أول ربما ما سامعتينيش من الأول، أنا أشرت لهذه الملاحظة، قلت لك قينا هناك مؤسسات مواطنة ومؤسسات تحترم نفسها، كتقوم بالواجبات وكتحترم، أنا كتحترم بالأستاذ وكتقوم بالواجبات، ولكن في نفس الوقت كاينين مؤسسات فيها حيف. انا نقول لك، انا كنشتغل في مؤسسه تحترم نفسها، وربما انت ربما واحد اخر، ولكن راه كاين مؤسسات اخرى لا. شكرا استاذ. مهم بالنسبه هنا الجدي، تحياتي وتقديري لكل استاذ. ايه لا راه جزاك الله خير الاستاذ الفاضل. دابا راه واحد القضيه، راه بعد كيكون، شوف راه فين ما كيكون، فين ما كيكون شي خلل راه كيكون جهل بعض الاشياء. الا جهلت انا نقول لك واحد المساله، راه الا مشيتي عند مؤسسين مثلا ما كيديكلاريش في لاسينيس، وقلت له استاذ الله يجازيك بخير راه خصك ديكلاري في لاسينيس، انا ما غايقولش لا، ربما يقدر يعطيك اعذار، ربما يوقع يوصل معاك الحل، ولكن الا سكتي وبقيتي ساكت راه ما يمكنش غادي يجي يقول لك انا ماشي نديكلاري في لاسينيس. راه خصك تعرف راه بعد كي المؤسسه راه تبغي ديكلاري في لاسينيس، راه كتخمم غتخلص لك، غتخلص عليك 21% من الصالير ديالك. راه انت كتسامى ب 4.98 وزيد عليها 1.6 ديال لامو، المؤسسة كتحط مقابل ديال 21%. المسائل راه حتى المسائل كيخصها ان شاء الله، غادي المسائل كلها غنطرقوا لها فيما بعد. الوغ كنشكركم والى اللقاء في لقاء مقبل ان شاء الله، ولكم جزيل الشكر.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. الإخوان أعطوني إشارة إذا كان هناك شي حاجة غنتكلم عليها وما تكلمناش عليها، كان شي حاجة بقات شي لبس هنا ما كاينش سميك، إذا صاحب مؤسسة ما كيديكلاريش به. ما دونك إلى اللقاء.